دوكسيادا نور الدين نور الدين اسكوليس بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الدرس الثاني من أحكام العدد. سبق وأخذنا في درسنا السابق الأعداد المفردة، فهيا بنا الآن إلى الدرس الثاني، هو الأعداد المركبة. أيضا عندنا مجموعة من الطلاب يتساءلون، طالب يقول ما هي الأعداد المركبة، آخر يقول ولماذا سميت بالأعداد المركبة، وكيف تعرب الأعداد المركبة، وما علاقة الأعداد المركبة بمعدودها. إذن هذه الأسئلة الأساسية التي نحتاج إلى الإجابات عنها. الإجابات هي كالتالي: الأعداد المركبة هي الأعداد من 11 إلى 19 مركبة. لماذا؟ لأن عند كتابتها بالحروف تكتب مركبة من جزئين معا. مثل ماذا؟ مثل من كلمتين، مثل 11 مكونة من كلمتين 11، فهي من الأعداد المركبة. 12 فهي من الأعداد المركبة لأنها مكونة من كلمتين. 13 وهكذا. وتنقسم الأعداد المركبة أيضاً كما درسنا في الأعداد المفردة إلى قسمين: 11 و12 لهما حكم خاص، من 13 إلى 19 أيضاً لهما حكم خاص. فهيا بنا أولاً الأعداد المركبة 11 و12. العددان 11 و12 يطابقان المعدود تذكيراً وتأنيثاً. ما معنى العدد المركب 11؟ يتكون من كلمتين 11 ومعدود، جميعها تطابق، إما تكون مذكرة وإما تكون مؤنثة، لا خلاف في هذا. أي أن الجميع، العدد الأول والثاني والمعدود، متطابق تذكيرا وتأنيثا. فنقول هذا قلم مذكر وعندي 11 قلما، ماذا أقول؟ 11 قلما، ولا نجعله أقلاما، 11 أقلاما، غلط، لا يجمع، 11 قلما. وإذا كانت عندي حقيبة ماذا أقول؟ 11 حقيبة، 11 مؤنث، 10 مؤنث، حقيبة مؤنث. 11 قلما، 11 مذكر، 10 مذكر، قلما مذكر، الجميع مذكر أو الجميع مؤنث. باختصار العددان 1 و2 يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيسا. وعند الإعراب العدد يعرب العدد 11 دائما مبني على فتح الجزئين، مبني على الفتح، لا يمكن أن يكون ضمة ولا يمكن أن يكون كسرة. يا أبت إني رأيت 1 مبني على الفتح، 10 مبني على الفتح، كوكبا، لأن كوكبا مذكر. أما العدد 12 فهو مكون من جزئين، 12 الاثنان يعرب إعراب المثنى، والعشر يعرب مبني على الفتح دائما، ولا نقول عشر ولا عشر، عشر حسنا. أما المعدود فهو دائما مفرد منصوب. بعض الطلاب يعتقدون أن 11 كثير، فلا بد أن نقول 11 معلمين، لا، 11 معلما، ولا نقول 11 طلاب، نقول 11 طالبا، لا يجمع المعدود مع الأعداد المركبة. أمثلة: اكتب الأرقام هذه ما بين القوسين بالحروف. حسنا، بسرعة أيها الخضر، شارك كذا طالب في كذا مسابقة، وسافرت كذا طالبة إلى كذا بلد عربي، وزع
المعلم كذا كتاب على كذا طالبة. كيف نقول؟ التدريب الأول، شارك طالب مذكر، إذن أحد عشر طالبا، أحد عشر، أحد مذكر، عشر مذكر، طالبا مذكر مفرد، إذن نجعله أحد عشر طالبا دائما. في مسابقة مؤنث فيها تاء، إذن العدد يكون مؤنثا كله، إحدى عشرة مسابقة. في حرف جر إحدى، نحن قلنا مبني على فتح الجزئين، لا نقول في حرف جر والكلمة التي بعدها مجرور بالكسرة، لا، مبني على فتح الجزئين. ماذا نقول؟ شارك أحد عشر طالبا في إحدى عشرة مسابقة ثقافية. اثنين، سافرت كذا طالبة، إذن ما دام مؤنث يكون العدد مؤنث. ماذا نقول؟ سافرت فعل ماضي والفاعل يكون مرفوع، وما دام هو اثنين مثنى مرفوع بالألف، ماذا نقول؟ شاركت اثنتا عشرة طالبة إلى بلد مذكر، اثنى عشر بلدا. وزع المعلم اثنى عشر كتابا، اثنى عشر كتابا، غلط، اثني، لماذا؟ مفعول به منصوب، وزع فعل ماضي والفاعل معلم والاثنين جاء في موضع مفعول به، فلا نقول اثناء انما نقول اثني، اثني عشر كتابا على اثني عشر طالبة. إذن أنا ذكرتها شفويا، وإذن الجواب موجود أمامك ويجب أن تنظر إليه، يجب أن تشارك وتنظر إليه. نذهب إلى المثال الذي بعده. الأعداد من 13 إلى 19 لهما أيضا حكم خاص يختلف طبعا عن حكم الأعداد، الأحكام التي ذكرناها. انتبه معي، 11 و12 يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، الجميع مذكر أو الجميع مؤنث، يعني الجزء الأول من العدد 11 مذكر والمعدود مذكر أو مؤنث، 11 مؤنث، طالبة مؤنث، الجميع مؤنث أو الجميع مذكر. هنا الأعداد المركبة من 13 إلى 19 جزءها الأول يخالف، جزءها الأول يخالف جزءها الثاني والمعدود، بمعنى الجزء الثاني والمعدود متوافقان والأول مخالف لهما، أي أن الثاني والمعدود فقط متطابقان أما الأول يخالفهما. انتبه، الأعداد المركبة من 13 إلى 19 بدون خلاف، هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور، لا خلاف، مبنية على فتح الجزئين دائما، مبنية على فتح الجزئين حسب موقعها في الجزء. أما المعدود فهو دائما مفرد منصوب، مفرد منصوب. الأمثلة، اكتب هذه الأعداد الموجودة بين قوسين بالحروف. شرعت، شرعت من أفعال الشروع التي أخذناها في الصف الثالث ثانوي، الرقم 13، وطبيبة يدربن الممرضات. كيف نقول؟ الطبيبة مؤنث، إذن العدد الأول الذي هو 3 يخالفها، ماذا نقول؟ 13 طبيبة، 10 وطبيبة متشابهة، 3 مذكر، 10 طبيبة يدربنا المدرب. ليت ثمن الحقيبة بكذا دينار أو دولار، 17 دينار مذكر، إذن العدد الأول 7 يخالف نجعله مؤنث، ماذا نقول؟ ليت ثمن الحقيبة ب17 عشر دينار، 7 مؤنث،
لماذا؟ لأن المعدود مذكر والذي 17 دينار. إن من حروف الناسخة 14 سفينة وصلت إلى ميناء بربرة. سفينة مؤنث، إذن أربعة لابد أن يكون مذكر. فماذا نقول؟ إن أربعة وليس أربعة، أربعة عشرة سفينة. إن أربعة مذكر، إن أربعة عشرة سفينة وصلت إلى ميناء بربرة. كاد من أفعال المقاربة، كذا مشروع أن ينتهي هذا العام. ها، مشروع مذكر، إذن تسعة تكون مؤنث. ماذا نقول؟ كاد تسعة عشرة مشروعا. عشرة ومشروع مذكر، كاد تسعة عشرة مشروعا أن ينتهي هذا. الجواب وأنا كتبتها هنا كما قلتها: شرعت 13 طبيبة يدربنا. هذا يخالف هذا، ليت ثمن الحقيبة هذا يخالف هذا. 17 دينارا. إن أربعة مذكر وهذه مؤنث وهذه مؤنث، الاثنان متشابهان. الاثنان متشابه، هذا مذكر وهذا مذكر، هذا مؤنث، الاثنان الآخران متشابه. كادت تسعة هذا مؤنث، لماذا؟ لأن هذا مذكر وهذا مذكر. الأول يخالف الثاني والثالث، الأول يخالف الثاني والثالث. حسنا، تذكر الآن في نهاية الختام ما هي الأعداد المركبة، لماذا سميت، كيف تعرب؟ أسئلة أساسية بدأنا بها الدرس ونختم الدرس عندها. ما علاقة المعدود بالعددان 11 و12؟ كيف يعرب العدد 2؟ ما علاقة المعدود بالأعداد المركبة؟ ما صيغة المعدود في الأعداد المفردة؟ كل هذه إجاباتها في خلاصة هذا الدرس. الخلاصة: الأعداد المركبة هي من 11 إلى 19، إجابة على الشطر الأول من السؤال الأول. العددان المركبان 11 12 يطابقان المعدود. يعرب العدد 11 مبنيا على فتح الجزئين. يعرب الجزء الأول من العدد 12 هو عدد 2 إعراب المثنى، دائما 2 يعرب إعراب المثنى، سواء كان عدد مفرد أو عدد مركب أو ألفاظ الأعداد المعطوفة التي سوف نأخذها. العدد 2 دائما يدل على 2، فهو حكمه حكم إعراب المثنى. من 13 إلى 19 الأول يخالف الثاني والمعدود. باختصار، الأول من الأعداد 13 الأول مخالف للثاني والمعدود. الأعداد من 13 إلى 19 مبنية دائما على فتح الجزئين، بالفتحة نقرأها، بالفتحة لا ضم ولا كسرة. والمعدود مفرد منصوب، مفرد منصوب. تدريب بسيط، أيهما صح؟ اختر الإجابة الصحيحة. شارك في العملية الجراحية بدعة عشر طبيبة، طبيبات، أطباء، طبيبا. وكادت طالبة أن تتأخر عن الامتحان، 12 طالبة، 12 طالبة، 12 طالبة، 2، أيهما صح؟ ما حضر المستثنى صف الثانية الثانوي، جملة منفية وتامة. المستثنى موجود، المستثنى منهم أيوة، ما حكمها؟ الحكم دائما ما حضر الطلاب إلى المدرسة إلا 12، كل ما سبق صحيح. حسنا، أترك لك فرصة أن تجرب نفسك وتجيب عليها، وإذا عجزت فالجواب في الصفحة الثانية. ثم التدريب الذي بعده، اكتب هذه الأرقام بالحروف: 12 مهندسة،
19 مدرسة، 12 قرية، ماذا نقول؟ كانت 12 الجميع مؤنث، 12 مهندسة كله مؤنث، تشرف على بناء مدرسة مؤنث، كل الأول يخالف الثاني، 9 على بناء 9 ولا نقول 9 مبني على فتح الجزئين، 19 مدرسة حديثة في حرف الجر، والاثنين يعرب إعراب المثنى والجميع مؤنث. لماذا؟ لأن هذا مؤنث. ماذا؟ في اثني، لأنه اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء، في 12 قرية. اشتريت من مدريد، تعرفون مدريد عاصمة اسبانيا، اشتريت من مدريد كذا كتابا من كذا مكتبة على ثم وزعتها لكذا طالبة. هذه الأرقام بحكم أنها ننظر الاسم الذي قبلها. الجواب، حاول أن تجيب على عزيزي الطالب على هذه الأسئلة، وإن عجزت الإجابة عنها فالجواب تجده في الصفحة التي تليها. ثم بعد ذلك صحح الخطأ في الجملة، الجملة فيها خطأ. باع الراعي 12 لترات من الحليب ب19 ريالات. الجملة فيها أخطاء كثيرة، حاول أن تصحح الخطأ. طبعا هنا أقربها لك، وهنا انتقل، هذه الكلمة خطأ، إلى وهنا أيضا. أنا لا أريد أن أقرأ الأخطاء، لكن حاول أن تصحح النقاط التي وضعت تحتها خط، وبعد أن تكمل تصحيحها انظر في الصفحة، الجواب موجود فيما بعد. ثم هذا واجب منزلي، إلى حصتنا القادمة استخرج من النص الأعداد المركبة، أذكر نوعه وإعرابه. هذه 3 آيات قرآنية تستطيع أن تقرأها وتجيب عنها. هنا أكمل بعدد أو بمعدود. إذا كان العدد موجود فنحتاج إلى معدود، العدد موجود نحتاج إلى معدود. هنا معدود موجود، العدد غير موجود، المعدود موجود. إذن كل جملة وطبيعتها. وفي الختام أعزائي الطلاب طالبات صف الرابع الثانوي، هذا ملخص للدرس الذي سبق وأن انتهينا منه ودرسناه بالتفصيل بالتمام والكمال في الفصل. إنما أحاول أن أجعلها مراجعة خفيفة حتى لا تنقطع عن الدراسة، فتحاول أن تفتح كتابك، ارجع إلى كتابك المدرسي، ارجع إلى الدفاتر، ارجع إلى الدروس التي درسناها في الفصل أيام الدراسة، أيام السمن والعسل، أيام الرخاء. وأتمنى أن تعود تلك الأيام قريبا بإذن الله. أستودعكم الله.